وطبعا ملتزمين بالاتفاق مع صندوق النقد. ويمكن حضرتك تلاحظ ان في الستيتمنت بتاع الست بتاع صندوق النقد كانت يعني بتدي كريدت على السياسه بتاعه الاكشينج والسياسه المرونه لا يعني ما كانش لهم تعليق عليها. وانا من الناس اللي جم قابلوني في البنك وسالوني على حاجات اسئله طبعا خبيثه عشان يفهم الدنيا ماشيه ازاي. فقلت له يعني احنا عندنا في تذبذب في الاسعار وفي فولاتيليتي زيها زي العملات التانية، فانه يطلع او ينزل طالما انت ماشي مع حركه العالميه فانت مش قد بالنسبه للعالم او انت مختلف بالنسبه للعالم، وده ما بيقلقنيش كتير. انا عارف حضرتك بيقلقني حاجه بسيطه قوي، ده اللي قلته للجماعه بتوع الصندوق. قلت له حضرتك تقلقوا في حاجه واحده بس، لو عندي عميل جه يستورد بضاعه وجاب مستندات وقلت له استنى عليا يومين ابتدي اقلق، انما بخلاف ذلك هقلق ليه؟ ما هو موجود. الحركه اللي حضرتك شفته، الحركه اللي شفتها في الثلاث اسابيع الماضيين دولت هم هي الحركه الطبيعيه للدولار قصاد كل العملات في العالم. الناس بس مش قادرة تركز ان الدولار اندكس طالع له 3-4% وانت متحرك تقريبا بنفس النسبة، فانت بتحاول تحافظ على قيمتك بحيث ما توصلش تعمل اخطاء الماضي وانك تثبت العملة بتاعتك وفي النهاية تبقى العملة بتاعتك فوق قيمتها الحقيقية، وتبص تلاقي بقى بتوع الهوت ماني خارجين وتلاقي اللي مش عاوز يستثمر مش عاوز يستثمر. فبقت الحركة في السوق حركة طبيعية. يعني انا اللي عاوز اقوله ان احنا بالنسبة لنا ده الطبيعي بتاعها. ويمكن انا اقول لحاجة على حاجة، يوم الخميس يعني بعد اسبوعين من الدولار زي ما هو عمال يسحب لفوق يسحب لفوق، احنا وصلنا يوم الخميس تقريبا ل 49 اعتقد 90-91. يعني هو خلاص كان قبل 50 يعني. لا وفجأة لقينا كمية ناس دخلت تبيع، ما هو انا ما اقدرش اجبرك انك تبيع، انت قاعد شايفه 49-48.5 لا هيطلع لحد نقطة معينة حصل ايكوليبريم، الناس دخلت في على اخر اليوم لقيت حجم، يعني انا شفته من زمان ما اعرفش البنوك التانية بس انا بتكلم عن نفسنا احنا، لقينا حجم انفلو جاي من عملة اللي هي بتصدر او حد عنده عملة او مصريين بيحولوا، قال لك اقلب لي دولار، يعني بالنسبة لهم ده كان تريجر السعر ده. فرجعنا نزلنا على اخر اليوم قفلنا بعد ما كنا وصلنا ل 49-91 تقريبا قفلنا على 49-70. هل ده معناها ان انت مش هتنزل اكتر من كده؟ ممكن لو الدولار ضعف في الاندكس بتاعه بالتاكيد هيحصل عندك ادجستمنت. لا غير استاذ هشام، غير الاندكس، يعني الاندكس على راسي انا بحترم الاندكس جدا، انا بسال في مصر في اي شيء كان له علاقة في مصر كان في أي شيء له علاقة إن إحنا نلمس في الخمسين؟ أصله أنت عارف رقم الخمسين بالنسبة لنا نفسي يعني لا جدا. لا هي أنا بسأل بس. لا الناس ذكية على فكرة، حاجة ما تستقل بذكاء السوق. يعني السوق شايف الدولار بيطلع قصاد اليورو قصاد الاسترليني، أكيد هيطلع قصاد الجنيه المصري لو أنت عندك سياسة مرنة في الفورد إكسشينج، وده الطبيعي اللي حصل. فاللي عاوز يبيع استنى شوية، لك أنا افضل اخد لي جنيه ازيد او نص جنيه ازيد او ربع جنيه ازيد. ده اللي حصل، وبدليل يوم الخميس الانفلو اللي حصل اخر النهار. انا عمرو بيه، انا في اخر اليوم اللي بقول لحضرتك عمليا انا بتفرقش معايا 48 او 46 او 50، لازم نشيل من دماغنا فكره ان العمله ديت جزء من كرامه الدوله، هي مش جزء من كرامه الدوله، ده واحده من الوسائل اللي بتستخدمها في اداره الاقتصاد، وعليه تركيزك كله لازم يكون على محاربة التضخم. واعتقد انا في اعتقاد لا 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 لا، انت جيت في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها. ما هو حضرتك في مصر عندما يصل الى 50 او يزيد 20 قرش او 30 قرش او 40 قرش، هذا الرقم بينعكس على طول في التضخم. لا اوضح لك، في فرق بين حاجتين، في فرق بين انت قاعد وسعر الدولار 15 جنيه وعلى الورق 15 جنيه وبروح البنك واقول لك استنى عليا يومين هجيب لك دولار. فهتبتدي تسعر بسعر اعلى. وبص حضرتك عشان ما نكذبش على بعض، السوق في وقت من الاوقات اول السنه دي كان حاسب الدولار ب 90 جنيه و100 جنيه. ايوه. وفي ناس ما نزلتش بسعرها للليفل ده، وفي ناس شاريه الدولار في السوق وصلها ب 70 جنيه وتتعشم من يوصل لها. كل ده موجود. انما لازم هي مساله انك بتخلق نوع من انواع التراست بين صنع القرار في البنك المركزي وبين السوق. فإذا كان التراست ده موجود أو الثقة دي موجودة بين صنع القرار في البنك المركزي وصندوق النقد، وصندوق النقد بيدي كريدت ويقول لك أيوه أنتوا عاملين شغل كويس، فالطبيعي بالوقت هتتعود إن الحركة الطبيعية بتاعت السوق دي ده الطبيعي بتاعها.